السلام عليكم ورحمة الله. الغجر، عجبني موضوع الغجر. موضوع الغجر شيق. أول ذكر الموضوع عفوا لتفسير أصل الغجر المعروفين بالرقص، نساهم بالرقص، ونساهم هي اللي يعني بتحفر، يعني تعتبر مصدر للرزق، بعكس الرجل عندهم اللي يقوم بس بالعناية بالبيت أو المرأة الغجرية تعتبر مصدر رزق بقراءة الطالع في مصر، في الأردن، في مصر يسموهم الغجر أو الحلب أو المسالبية. أو قصتهم طويلة، يعني إنه في اللي يعزوا تاريخهم ديني أو تاريخهم. بعض الروايات تقول أن أول ذكر للغجر في مرحبة الشاهنامة الفارسية لمؤلف أبو القاسم الفردوسي. طبعا يقال أن ملكهم برهام غور يعني طلب نوع من الترفيه، فطلب قبيلة اسمها قبيلة لور في الهند، أحضرهم وأحضر آلاتهم وأحضر كل شيء معهم. ففرح الملك جدا وكافأهم بإعطائهم أرض ومواشي ليعتنوا فيها. المهم أهملوا هذه الأرض، فغضب الملك وشردهم من بلاد فارس، يعني فشردهم من بلاد فارس. هاي بعض الروايات التاريخية، لأنه لا يوجد سجلات دينية أو مسيحية أو يهودية أو يعني تثبت أصلهم في الدول العربية، يعني تحاط حياتهم بالسرية. حتى في أوروبا، في أوروبا كانوا يعني مصدر اضطهاد من قبل الأوروبيين، ومن قبل حتى من قبل هتلر اعتبرهم من الطبقات أدنى من الأمم الثانية. المهم الكاتب العراقي، في كاتب عراقي يعني حاول يفهمهم، اسمه كمال حيدر، في كتابه الغيدر، الكتاب الغجر، أثبت أن أول استخدام لكلمة الغجر اللي هي الجيبسي في الإنجليزي، ممكن قريبة لكلمة إيجيبت أو إيجيبس أو إيجيبسي، وردت أول استخدام لها الكلمة سنة 1500. طبعا يقال أنهم الدليل أنهم أول ما وصلوا لأوروبا اسموا نفسهم ملوك أوروبا. أيضا معروفين يعني حتى اضطهادهم في أوروبا حتى من وقت قريب على يد هتلر. نعتبرهم من الناس المنحطين أو طبقات الدنيا أو المنحطة من الأمم لغاية وقت قريب. يرفضوا التجنيس، يرفضوا الدين، يرفضوا، ولكن يقال أن لهم يعني الدين خاص سنورده فيما بعد. يعني اللي يقترب منهم يعني يندمج معهم، يعني يعطوك نوع من الفرح أو الرقص أو يعطوك الجو، يعطوك الجو، يضيف جو يعني جو ترفيهي على الناس المتعبة أو الناس الفناس مثل مصر مثلا أو في الدول العربية، ولكن في مصر يكونوا متخصصين أكثر في الشغلة هاي. الكاتب الأمريكي المتخصص في الديانات روبرت صموئيل استشهد على سفر حزق يعل، أنه لما ربنا حكى سأشتت المصريين بين الأمم، فهذا إثبات عنده أنهم أصلهم من مصر. شعر أيضا فولتير، الفولتير الفرنسي المعروف، يستدل أن أصلهم أصل كانت إيزيس من النساء، يعني من مصر. طبعا إيزيس معروف في مصر،
من النساء التي كانت تقدم نفسها قربان للآلهة. يقال أن لهم سحر، فما يضعوا القلائد ونسائهم جميلة، يعني أصل كلمة تسميتهم بالنور، لأنه من النور، يعني نسائهم جميلة ذات عيون ملونة وجمالهم صارخ حقيقة، حتى في الأردن وفي سوريا يعني لا يمكن تمييزهم عن الأوروبيين بالجمال والملامح الأوروبية، لهم ملامح أوروبية. ولهم ملامح أيضا شرقية عربية، ملامحهم جميلة جدا حقيقة. من بوشكن الكاتب الروسي فتن فيهم لما يعني افتتن فيهم لما اقترب منهم، فألف كتاب اسمه يعني رواية اسمها الغجر. فيكتور هوغو أيضا الكاتب الفرنسي تحدث عنهم. لوركا الإسباني أيضا ألف عنهم أغاني الغجر. الحقيقة يعني مصدر رزق الرجال اللي هو في الأغلب التجارة أو السرقة، أو والنساء أيضا تقوم بالعمل بقراءة الطالع. في منطقتنا في غجر أحاول أنه يعني أوثق بعض هذا، التقيت فيهم بالصدفة، كلامهم يعني تقريبا قريب باللهجة التركية أو التركمانية. يرفضوا التدين طبعا، هم انه يرفضوا انه يكون لهم دين معين، او يعني البعض يفسر ذلك انه سبب تشردهم او رفضهم للدين انهم رفضوا يعني استقبال والدة مريم وابنها لما طردوا، فهذا سبب غضب ربنا عليهم. طبعا هم بالسر يرفضوا، مثل الموحدين اللي هم الدروز أيضا لهم نفس الخصوصية، يرفضوا بشكل قاطع، يعني بيرفضوا بشكل قاطع أنه يتحدث عن أسرارهم. طبعا أسرارهم لا تقال إلا لأولادهم بالسر، يعني يؤمنوا بديانة معينة. أيضا يرفضوا بشكل قاطع الزواج من غير النور أو الغجر، سواء في الأردن أو في سوريا أو في ليهم دين يقال، لكن يقال إنه الدين السري اللي هو في بالذات الغجر في أوروبا. ليهم دين اسمه سارة السوداء، يعني طبعا هم بالسر يعني يتخفف فيها من متاعب الحياة، مثل ما نقول مريم العذراء، مثل المسيحيين يتخفف مريم العذراء، هم أيضا يتخفف فيها اللي هي سارة السوداء التي تواسيهم في آلامهم وتجارتهم، حتى أيضا تساعدهم على يعني النجاة من السرقة، لأنهم يعتمدوا أيضا على السرقة. طبعا هذا مش مدعاة انه نكره الغجر، او يعني البعض منهم اندمج في الحياة، البعض منهم يتجنس، اغلبهم يرفض الجنسية. احاول اجيب بعض الفيديوهات سو يعني عن قريب ان شاء الله، ممكن اشوف بعض الغجر الموجودين، هم منتشرين في الاردن بشكل كبير. أحاول أفهم الأسرار، لهجتهم تركمانية وليس من السهل فهمها يعني. تحياتي.